يا نسا. Where is my people? You are welcome هنا يا نسا. جماعة انواع الشرابات حريم رجال اطفالي ثلاث شرابات بعشرة. You are welcome هنا يا فندم. Where is my people؟ طيب جماعة انواع الشرابات حريم رجال اطفالي ثلاث شرابات بعشرة وعليهم خمسة جنيه كادو. تعالي يا جماعة انواع الشرابات، تعالي يا باشا ثلاث شرابات بعشرة. يارد ويلكم هنا يا فندم. تعالي يا نسا يا جماعة انواع الشرابات. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، بنرحب بحضراتكم في بث مباشر جديد. زي ما حضراتكم شفتوا كده بالظبط، محمود شاب طموح، رغم ان هو كفيف الا انه نزل وبيشتغل زي ما انتم شايفين، وكمان بيبيع شرابات هنا. يعني مفيش جمال بعد كده. الحقيقه انه لما بنيجي وبنتكلم معاه يعني قد ايه ان احنا بناخد طاقه ايجابيه وحاجه جميله، والرجاله فعلا مش بالنوع، الرجاله بتحمل المسؤوليه. ومحمود راجل، وهنعرف دلوقتي مع بعض محمود راجل ليه، وهنعرف قصه حياته وبدا امتى في موضوع بيع الشرابات. بنرحب بيك يا محمود. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا. قول لنا بقى يا محمود، يعني موضوع الشرابات بدا معاك من امتى، ومن امتى انت نزلت تشتغل اصلا؟ انا والله بدات الموضوع بمبلغ صغير جدا. كنت انا وصديق ليا اسمه اسلام اشرف، ده كان صاحب الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي اقترح عليا الفكره وقال لي تعالى نشوف اي حاجه يعني نتاجر ونكسب فيها. حلو. طبعا انا كان بصراحه ما كانش معايا ولا جنيه، كان هو معايا 250 جنيه. فقال لي تعالى نبدا بالمبلغ ده. قلت له يا اسلام المبلغ ده مش هجيب اي حاجه. قال لي يا عم تعالى وسيبها على الله. نزلنا العتبه في عنوان اسمه حاره اليهود، جبنا دسات محافظ اهلي وزمالك، وجبنا شرابات يعني بتاع خمس ست سبع دسات الكلام ده حوالي 50 جنيه. بصراحه كانت الحاجه رخيصه قبل كده بشويه يعني. الكلام ده كان من حوالي 8 سنوات. بدانا سبحان الله يعني، كنا انا وهو رغم ان هو برده كفيف برده وزو من الحاجات يعني الخاصة. هو كفيف؟ برده يعني انتوا الاثنين انت كفيف هو كفيف. سبحان الله. والله العظيم لوحدكم. ونزلنا لوحدنا. والمفاجاه بقى ان احنا ما كناش واقفين على فرشه ولا حاجه، كنا بنلف في الشارع. بداتوا وانتوا في الشارع؟ بنلف في الشارع يعني، بنمشي كده زي مندوب المبيعات. وكنا بنلف عادي في الشارع، وكان بصراحه كان ولد الحلال كتير يعني. طيب انت لما كنت بتشتغل وبتنزل الشارع، الناس كانت بتتعامل معاك ازاي؟ الناس ما كانتش بتضايقك؟ في البدايه والله هو الصعوبات او العقوبات اللي كانت بتقابلني، بس ان انا مثلا اعدي طريق كان ممكن مثلا واحد ابن حلال زي حضرتك كان يقابلني مثلا يعدي لي الطريق. بس كنت بكمل بقى، مثلا بخش كافيه، كانت في بعض الناس مثلا من على الكافيه مثلا تدخلنا برضو وتخلينا مثلا نتعامل مع الشخص اللي قدامنا. كان بيبقى فيه مساعده برضو من يعني عند ربنا. كان فيه نوع من انواع المساعده المكتمله بصراحه برضو، لان ما كانش المساحه ما كانتش بتدينا ان احنا نتعامل اساس قوي يعني زي الناس المبصره يعني. يعني الناس بتقول انه او هم واخدين انطباع طموح ومن ذوي الحاجات الخاصه. فكانوا بصراحه كانوا بيقدرونا وكانوا بيحترمونا جدا يعني بما يرضي الله. في ناس بتقول ان انتوا ذوي القدرات الخاصه او ذوي الاعاقه يعني الاسم الاصح ليكم. ايوه. ما بتعرفوش تتعاملوا في المجتمع وبتعتمدوا على الناس الثانيه، يعني تقول لهم ايه؟ اقول لهم ده غلط طبعا. يعني اولا هو في احساس، الحاسه دي بتبقى حاجه جميله قوي من عند ربنا سبحانه وتعالى. في برضو يعني مقوله بتقول ان هو الشوف مش بالعين، بالقلب. بالظبط. دي برضو حاجه انا بؤمن بيها يعني بما يرضي الله. بس يعني الحياه سهله وبسيطه والله، ما فيش اي عقوبات ولا اي صعوبات بتواجهني. طبعا بفضل الله، طبعا الحمد لله على كل جيب ربنا، وده اختبار ولازم احنا نكون قد الاختبار، ولازم نكون بنؤمن بالله وبقضائه وبقدره. ان انت بدات صبي زي ما بيقولوها في الشغلانه مثلا، ودلوقتي بقى ما شاء الله عندك العربيه بتاعتك هنا، وبقيت الحمد لله السوق كله بفضل الله، وكل الناس بتحبك يعني. وليا زباينك الخاصه والله يا استاذ محمود. زباينك الخاصه. كلمنا بقى عن زباينك الخاصه وبتتعامل معاهم ازاي بقى. والله حضرتك هم بعض الناس بيجوا
يعني في بعض الناس ما بيبقاش لازمهم اصلا ما يشتروا، بس بيشتروا من اجل ان انا اللي موجود عشان محمود وعشان ظروف محمود وعشان حاله محمود، فبييجوا بصراحه بيشتروا. تبقى المعامله ليا وليهم في منتهى الجمال، يعني ان كنت انا اللي بعاملهم او هم اللي بيعاملوني. في بعض الناس يعني عندهم رحمه جميله والله. انت لما بتروح تجيب البضاعه بقى مين بيجيبها معاك؟ اخويا بصراحه. اخويا بيروح يجيب البضاعه. اخويا محمد حفني هو اللي على طول بينزل معايا، وهو اللي بيشكل لي البضاعه. هو اللي بيرص لي واجهه الطبلون زي ما حضرتك ما شايف كده. زي ما المشاهدين شايفين. بس والله بننزل واحنا راجعين برضو بصراحه بحمل عليه شويه ان هو بيبقى شايل الحاجه. تمام. بيبقى هو طبعا اللي شايل الحاجه. بنجيب اللي بنجيبه بفضل الله، وبعد كده بنيجي بقى بنرص عادي، هو اللي بيرص برضو الحاجه زي ما المشاهدين ما شايفين. نتعامل والارزاق على الله يعني. حلو. انت بقى محمود، موضوع الاعاقه البصريه جات لك من امتى، ولا انت اتولدت بيها، ولا احكي لنا بقى القصه من الاول كده. لا والله كانت حادثه. كانت حادثه. من كده فقدت بصري. لا عملت العمليه اتعملت غلط، وده من عند ربنا سبحانه وتعالى طبعا. بس هو ده اللي حصل يعني، بحكي لحضرتك هو ده اللي حصل. انا كانت حادثه من 3 سنوات. كان عندي 3 سنوات يعني، من طفل وقعت على راسي وكده. كانت حاجة بسيطة، احنا كنا ساكنين في بلد ارياف. رحنا بعض المستشفيات الصغيرة، كانت لسه برضو الحالة المادية برضو على القد، والحمد لله يعني. هو يعني ده سبب ربنا بيجعلنا اسباب بس، فالحمد لله بقيت كده يعني. الحمد لله. طب انت بقى يعني انت كبير اخواتك ولا في اخوات غيرك ولا؟ لا عندي الكبار متزوجين وبنات. الكبار متزوجين وبنات، يعني انت نقدر نقول ان انت اللي شايل المسؤوليه. وبتنزل بقى تشتغل طبعا انا لازم طبعا، عشان انا عندي والدي ووالدتي سنهم كبير. ربنا يديهم الصحه. هم امين. فطبعا بيبقى في جزء بسيط جدا على والدي، وبيبقى في جزء على الله ثم عليا، وبنكمل بعض يعني، والارزاق بالله سبحانه وتعالى يعني. حاجه جميله جدا. انت شاب طموح وشاب مجتهد، ربنا يعني يبارك لك، ربنا يكرمك ويوسع في رزقك. الله يبارك لك. يعني بتحصل مشاكل كتير في الشارع لذوي الاعاقه، انت بتشوف ده ازاي وتقول للناس ايه اللي هم مثلا بيبصوا لكم بصه مش لطيفه، تقول لهم ايه؟ لهم حضرتك يعني معلش، يعني لو واحد مثلا عنده اعاقه مثلا يدويه بصريه، عند ربنا ده احسن من العادي يعني. لان بيبقى فيه اللي هو زي التريقه زي ما بيقولوا، دي حاجه مش مطلوبه يعني، بل بالعكس. انا ممكن مثلا انا في صراحه مثلا قصاد مثلا 1000 واحد، يكفي ان انا ربنا سبحانه وتعالى مميزني عنه. صحيح. فدي كبيره قوي. طبعا. تخيل انت تبقى في وسط 1000 واحد، انت اللي مميز. ممكن تكون مميز مثلا باصابه او مميز بحاجه حلوه، في النهايه انت عند ربنا سبحانه وتعالى مميز. فدي تكفي مليارات الفلوس ولا مليارات. في ناس كتير عماله تدعي لك الحقيقه يعني، كل الناس بتدعي لك ربنا يوسعك. ربنا يبارك لهم والله. انا بصراحه ربنا يجازي كل خير لاي واحد في قلبه 1% رحمه بس. دي 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 طبعا من عند ربنا حاجه جميله يعني. قول لي بقى انت يعني في شباب كتير كويسين وبتاع وربنا عطيهم نعم كتيره طبعا، ومحبطين وقاعدين. أيوه. في البيت بيشتغلوا. حصل. انت كمحمود بقى تقول لهم ايه وانت بتشتغل هنا وبتنزل كل يوم الشغل، ولما بتحتاج بضاعه بتروح تجيب بضاعه، فتقول للناس دي ايه او الشباب تنصحهم بايه؟ قول لهم لكل مجتهد النصيب. معلش انا ما ينفعش ابقى قاعد في البيت واقول يا رب ارزقني يا رب اكرمني. طب انت فين؟ ما انت انزل واسعى ودور واجتهد اتعب، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك على دي تعبك. لو ربنا سبحانه وتعالى ما كافئكش النهارده هيكافئك بكره، لو ربنا ما كافئك السنه دي هتتشلك، لو مش في دنيتك هتبقى في اخرتك. في النهايه ربنا سبحانه وتعالى ما بيكللش اي جهد، ما بيكللش اي تعب لاي حد. ربنا ما بيضيعش تعب اي حد. طبعا، اللي هو العنوان لكل مجتهد النصيب. صحيح.
لا اكثر ولا اقل. كل الشباب اللي هم قاعدين على القهوه بيشتكوا، انزلوا الشغل وانزلوا اشتغلوا. حضرتك انا خلصت ثانويه عامه، دخلت جامعه القاهره، كنت في اداب فلسفه، رغم الظروف الماديه ما قدرتش اكمل، فطبعا تحولت لدار علوم انتساب. في النهايه خرجت من الجامعه، انا خرجت ليه؟ ما حدش بيحب بالبلدي كده، ما حدش بيحب يتعس نفسه. بس الماديات، يعني انا كنت في جامعه القاهره، كنت شايف نفسي حاجه تانية، اقل واحد في الجامعه. ليه؟ كنت بشوف ناس تاني بصراحه، يعني عيشه تاني، لبس تاني، ما كنت ما عرفتش بمعنى صح كده اتعامل معاهم، ما عرفتش اتكيف مع الوضع. قعدت 4 سنوات، سنتين في اداب فلسفه وسنتين في دار علوم. وفي النهايه بقى لما خلاص، يعني الياس بتاعي ان انا انزل بقى ادور على شغل، مش الياس ان انا اقعد في البيت. لا، يعني هو طبعا لا تقنطوا من رحمه الله ولا تيأسوا من رحمه الله، بس انا بقول لك ان على ابسط الياس، مش ان انت تقعد ماشي. انت دلوقتي فشلت في التعليم عشان ظروفك الماديه، طب خلاص هتقعد بقى وهتسلم امرك لله، بس هتجتهد مش ان انت هتقعد. اتفضل يا باشا، تؤمر بايه؟ شربات قصيره؟ لا، ازاي قصيره وتخينه؟ هو مش تخينه، مش الرفيع ده، خامات يعني. ماشي، الخامات اللي عندك. بص حضرتك، هو في حاجات التخينه كده بس طويله، فلو عايز بقى حاجات طويله، في حاجه عندي قطن سوري طويل برضو زي كده. في اقصر من ده؟ في الاقصر بقى، خامه نظيفه هناك اهي، خامات تقيله. انت بقى تقول الشباب انزلوا واشتغلوا، ولازم كلنا ننزل ونشتغل والشغل مش طبعا طبعا. العيب ان انت كل حد طبعا. والعيب ان انا اقول لحد هات، او ان انا امشي في سكه غلط. معلش، مش مطلوبه. اخرتها ايه يعني؟ احنا هنعيش في الدنيا دي كام سنه مثلا؟ معلش، 100 سنه مثلا، 150 سنه، 120 سنه، ما مش اكتر من كده. في النهايه لينا اخره. احنا يعني الدنيا دي مجرد رحله وبتنتهي، لما انت تنهيها على خير. بعدين العمل عباده يعني. معلش، فشلت في تعليمك، خلاص هتحط ايدك على خدك وهتقعد مثلا وهتقول خلاص كده الدنيا خلصت؟ لا، انزل كافئ وربنا ممكن يعوضك حبيبي، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكافئك يعني عادي. مش ناس كتير هنا عارفاك وناس كتير بتحبك حبايبي. بفضل الله. حتى حب الناس ليك ايه؟ والله تقدر تقول سبب حب الناس الاعاقه صراحه، يعني ربنا جعلها ميزه. شفت بقى الميزه؟ يعني شفت بقى هنا، سبحان رب، يعني سبحان الله تعالى. شفت الميزه في كده، ان انت تتميز عن عايش مثلا في وسط 50 واحد، 100 واحد، 1000 واحد، 500 واحد، فهنا في ميزه. الميزه دي تفرحني، ما تزعلنيش طبعا. بس والكل مجتهد النصيب. انزل اجتهد، انزل اشتغل، انزل دور، انزل اتعب، انزل اسعى، وتاكد ان ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيخذلك. لما بتروح بقى تجيب بضاعه، مين بيجيب معاك البضاعه وبتجيبها ازاي؟ بتتصل مع الناس ازاي؟ والله العظيم انا ممكن حضرتك تصدقني ممكن ما تصدقنيش، انا في بعض المرات كنت بنزل لوحدي، وفي مرات اكثر كنت بنزل مع اخويا. بس عادي يعني، انا من النوع اللي بحب اجرب الحاجه لوحدي. فيها ايه لما انزل؟ بتحب تعتمد على نفسك؟ على الله اسمع نفسي طبعا. ويعني ممكن اخويا مثلا يقول لي انا هاجي معاك، ممكن انا اقول له لا، خليك مثلا لو عندك مثلا مصلحه، لو عندك شغل، لو عندك اي حاجه هنزل. انا نزلت لوحدي كتير جدا على فكره، وبفضل الله برضو عايز اقول لحضرتك حاجه، ان كنت بقابل ولاد الحياه كتير. كان ممكن واحد مثلا يقابلني في المترو ودخلني المترو، كان ممكن واحد بمرض الله اركب المترو مثلا يقعدني مثلا على الكرسي وانا خارج، واحد مثلا يجيب لي التذكره ويحطها لي في المكنه ويعديني، واحد يطلعني السلم. سبحان الله، فهي الدنيا في الاخر ما بتقفش على حد. صحيح. بس ده كل اللي انا اقدر اقوله يعني. ربنا يوفقك ويكرمك، وانت انسان جميل، ربنا يبارك لك يا استاذ محمود. يعني مين اكتر حد بيساعدك هنا؟ من ايه؟ انا يعني في البضاعه، ويقف جنبك ويبيع معاك لو انت مثلا مشغول في حاجه.
ممكن يخلوا بالهم البضاعة بتاعتك؟ لا كتير والله، ممكن يعني في يعني اقول لك الاسامي يعني؟ قول الاسامي. لا في كتير والله، في جنبي واحد اسمه احمد. احمد ده اللي واقف هناك؟ اللي واقف هناك. في اللي في خلف الكاميرا اخويا جابر، اعز اصدقائي طبعا، ده ما بيسيبنيش خالص. في اخويا محمد. ايوه اهو هو ده صديق عمري. ايه الاخبار؟ انت هو زعلان مني شويه مش عارف ليه. زعلان منه ليه؟ عشان كان تعبان وصلتش بيه، بس وانا غلطان. انت يعني احنا شايفين محمود ما شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه، شاب طموح وشاب بيجتهد. احكي لنا بقى وانت واقف معاه يعني بيتعامل مع الزبائن ازاي، وانت بتقف معاه امتى، و انتوا كجيران بقى بيحصل بينكم حاجات كتير. انا شغال من جنبه زي يبعد شر خلاص، انه الكاميرا هناك اقف جنبه لما مثلا بس بحس انه عندي زحمه بضطر ان انا اجيبه عشان مثلا طبعا في ناس ممكن تسرق مثلا الشغل، ممكن تغلط. بضطر ان انا اساعده عشان خاطر هو جاري يعتبر اخويا يعني. تعرفوا بعض من زمان؟ طبعا جاي بقالي 15 سنه. عشره على فكره. وده اخوك؟ ده اخويا محمد حكيم. يا محمد ازيك؟ لعيب الكوره اللي ملوش حظ. لعيب انت بتعرف تلعب كوره؟ لعبت بتلعب من امتى يعني؟ لا انا بلعب انا عندي 5 سنين. هو اللي كان بيدربني في البيت وكان بيدربني. اخوك مين؟ محمود كان بيدربك؟ تخيل. انت كنت بتدربه بالكوره؟ والله كان كوره بلاستيك كده، هو عنده 6 سنوات. مثلا احدفها له واخليه مثلا هو يعرف يضربها بالهيد. مثلا اعملها له مثلا جامد اخليه يترمي عليها اللي هو يصدها وكده. كنا يعني زي لعب يعني. يعني انت كنت بتدربه وبتحاول تشجعه يعني؟ كنت بديله دفعه لغايه دلوقتي. قول لي بقى لما انت بتعمل حاجه غلط، يعني كلنا بنعمل غلطات وكلنا يعني ممكن نعمل حاجات مش الطف حاجه كتير، بيتعامل معاك ازاي بقى محمود بما ان اخوك الكبير يعني؟ لا عادي يعني، محمود طيب قوي يعني. ده مثلا لما بيجي مثلا انا اعمل حاجه غلط بيعلمني وبيفهمني بس بالراحه. يعني الامور بتمشي ايه سهله ومن غير ولا زعاق ولا ضرب، مفيش الكلام ده، لان انا بعتبره اخويا سند ليا بعد ربنا. بعتبره قدي، ما بعتبروش ان هو طفل. يعني فرق رغم ان الفرق بينه وبينه مثلا 15 سنه. لا انا ما هو نفسه مش بيحسسني ان هو صغير. لا زيه في الدماغ. سيبك بقى من السن دي، ما بقتش تعتمد في الوقت الحالي يعني. في الوقت الحالي بقت دماغك كبيره خلاص، انت بقيت زي حتى لو اصغر مني. زي احمد اخويا اللي جنبي ده ما شاء الله 17 سنه ما شاء الله، بس بتعامل معاه زيه ما بعتبرش بقى اللي هو اصغر مني ب 15 16 سنه. انت انسان جميل وانسان طموح جدا ونموذج ايجابي ونموذج يعني مشرف ان احنا شبابنا كلهم يبقوا زيك يعني. ربنا يكرمك ويوفقك. انت بقى كمحمود نفسك تحقق ايه في حياتك؟ انا يعني اتمنى من حياه عمري بصراحه يبقى عندي محل زي اي حد في السوق، كشك مثلا في اي مكان عام اشتغل فيه. ممكن كشك. يعني لان الصراحه هو برضه هنا الموضوع بيبقى صعب عليه، بيضطر يعدي الطريق. هو لما يبقى معاه مثلا كشك في اي مكان هيريحه، ويقدر يجيب مثلا والده يقف مكانه، اخوه يقدر يروح يقف. انت نفسك في كشك؟ ده احلى مزيج. وعلى الاقل بس يبقى اي حاجه مثلا يعني حاجه وسيله تريح والدته ووالده بس. يعني حضرتك بعد اعطى كلام ماشي اتفضل محمد. يعني هي قعده الشارع عامه صعبه على السليم صدقني، ما بالك اللي زي لما تبقى حاجه لماك في جوه في بيت زي بيتك، ومش في فرق. وانت يعني انا اسف الكلمه، لو بتبس في الشارع وبتبس في بيت فيها فرق ولا ما فيهاش؟ كتير جدا. طيب ما هي زي هي لما تبقى فارش في الشارع ولا فارش مثلا في كشك لامم حاجتك في حاجه بيتقفل عليها باب، ولا حاجتك في الشارع. خليني مثلا انا عايز اروح مثلا التواليت مثلا، ما وارد ان انا معرض لسرقه. بس والحي طبعا بيجي وبيمشي. البلديه احنا من 3 ايام كان عندنا حمله حلوه يعني. يعني انت بتتمنى ان الناس تساعدك وتعمل لك يعني اي مشروع زي كشك او اي حاجه كده تقف فيها علشان ما تبقاش معرض بقى ان حد ممكن ياخد منك البضاعه وانت مش واخد بالك، ان انت مثلا تعدي طريق فيجرى لك اي مشكله ولا اي حاجه. طبعا. يعني احنا بنشكرك يعني. انا كده بعيد عن بيتي قوي على فكره. يعني انا بعيد عن بيتي، انا مثلا مواصله وبمشي وبعدي فتره طويله يعني، زي مثلا من شارع ضياء مثلا والدائري.
يعني انت محتاج لك مواصلتين عقبال ما تروح اخر الدائري. يعني احنا اتبسطنا جدا ان احنا كنا معاك يا محمود النهارده, ويعني ربنا يوفقك ويكرمك, وانت حاجه جميله جدا وحاجه طموحه جدا, ربنا يكرمك. اللهم امين. مشاهدينا لحد كده وانتهى اللقاء بتاعنا مع الشاب الطموح الجميل محمود. محمود بقاله 8 سنين بيشتغل, ورغم ان هو كفيف ولكن كان قد التحدي وكان قد المسؤوليه ونزل واشتغل, وهو بيقدم يعني هو رساله ونموذج جميل جدا لكل الشباب اللي قاعدين على القهوه مش لاقيين شغل. فكر ودور وحاول انك تشتغل, صدقني هتلاقي مع الوقت الدنيا هتمشي معاك. احنا بنشكرك يا محمود, وبنشكر كل مشاهدينا اللي كانوا متابعينا وكانوا بيشوفونا في كل مكان. الى اللقاء.